مشاهدي قناه النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي في كل مكان، اهلا ومرحبا بحضراتكم معنا في حلقه جديده من الابطال. حلقه النهارده حلقه مميزه، النهارده كاس افريقيا معانا. الف مليون مبروك النادي الاهلي، الف مليون مبروك مجلس اداره النادي الاهلي، والف مليون مبروك جمهور النادي الاهلي العظيم، لعيبه، الجهاز الفني. يمكن من اكثر الكؤوس الحقيقه اللي احنا فرحنا بيها، يمكن عشان حجم الصعاب اللي احنا شفناها او النادي الاهلي شافها خلال مشواره في هذا او في هذه البطوله. يمكن انا النهارده محضر لكم يعني يمكن بعض النقاط اللي يعني دايما زي ما تعودنا بنتكلم عنها وبنقولها عن كل بطوله النادي الاهلي يعني بيحصل عليها او بيحصدها على مدار تاريخه. يمكن في الاول عايز اقول النادي الاهلي مش بس طبعا كره القدم، خلينا بس نفكركم في وسط فرحتنا دي، النادي الاهلي النهارده او السنه دي حصد 22 بطوله الحقيقه في الالعاب الجماعيه رجال وسيدات. فاذا كاس افريقيا النهارده موجود، مع كاس افريقيا ايضا في كره السله، مع ايضا كاس السوبر الافريقي كره اليد. ثلاث فرق السنه دي ان شاء الله يلعبوا بطوله العالم للالعاب المختلفه، سواء كره القدم، كره السله، وايضا كره اليد. يعني اكبر نادي افريقي يمكن بيحقق ارقام عالميه، اتحدى اي نادي في العالم يكون بيشارك بثلاث فرق ليه في بطولات عالم هذا الموسم. النادي الاهلي حقق الحقيقه انجاز كبير هذا الموسم بشهاده الكل. انا بتكلم على الالعاب الجماعيه، لو اتكلمنا على الالعاب الفرديه الحقيقه حدث ولا حرج، هتلاقي عندك يعني لا نهايه من البطولات. عايزين يعني حلقه واثنين وثلاثه عشان نتكلم على انجازات السنه دي ونضم معها الالعاب الفرديه. يمكن النهارده حلقتنا كمان معانا احد الالعاب اللي حققت انجاز كبير، وهي كره تنس الطاوله. تنس الطاوله الحقيقه السنه دي حصدوا الدوري سواء رجال او سيدات، وطبعا في بدايه الموسم كانت السيدات حصدت البطوله العربيه. هيكونوا معانا النهارده وهنحتفل بيهم مع او استكمالا لسلسله حلقاتنا مع ابطالنا السنه دي. تنس الطاوله رجال وسيدات هيكونوا معانا، وايضا الجهاز الفني رجال وسيدات هيكونوا معانا بعد الفاصل الاول. خليني اتكلم في بعض النقاط ايضا، انه النادي الاهلي فوزه بهذه البطوله لم يكن صدفه ولم يكن حظ كما قال الكثيرين، ولكن النادي الاهلي فوزه السنه دي جه نتيجه عمل وجهد. وخلينا نستعرض مع حضراتكم بعض المحطات اللي حضراتكم هتقولوا فعلا النادي الاهلي يعني المكسب ما جاش وليد الصدفه، لان طبعا يعني دائما ابدا النجاح هناك البعض يشكك فيه ويشكك في يعني اسباب النجاح اللي خد بيها النادي الاهلي. هنقول وهنفتكر مع بعض ماتش سان داونز، خلينا نفتكر اللحظات الصعبه اللي مر بيها النادي الاهلي ومباراه اللي انتهت 5-2. طيب الناس بتتكلم على ضربه جزاء اطهر الطاهر اللي ضيعها، واللي بناء عليها كل الدنيا بتقول ده النادي الاهلي تاهل نتيجه هذه ضربه الجزاء او ضيع ضربه الجزاء. لا اختلف معاك، ليه نسينا زي ما افتكرنا اطهر الطاهر؟ طب ليه نسينا ضربه الجزاء اللي ضيعها محمد هاني؟ لو محمد هاني كان احرز ضربه الجزاء هنا في مباراه سان داون، ما كانش ضربه الجزاء بتاعت اطهر الطاهر ليها قيمه، ولو حتى جلت او جت ما كانش ليها قيمه. اذا النادي الاهلي تعرض لصعوبات اثناء مشوار البطوله، ولكن زي ما كان في توفيق زي ما كان في اخفاق، فاذا الاثنين بيعادلوا بعض، ولكن في النهايه هو الفوز نتيجه تعب وجهد. طيب يعني اكبر دليل على طبعا يعني ان انت ما كانش نتيجه يعني صدفه ولا وليده صدفه، ان انت قابلت ثلاث فرق في مشوارك ابطال، قابلت الرجاء والوداد والترجي، والثلاثه انت اقصيتهم عن البطوله. يعني طريقك لم يكن ابدا مفروش بالورود كما قال البعض، ولكن جه نتيجه تعب وجهد. بالاضافه الى مباراتك بعد خسارتك 5-2 من سان داون، انت رحت لعبت الكاميرون في القطن الكاميروني في الكاميرون، كنت مطالب باحراز اكبر عدد من الاهداف. يعني التحديات لم تكن فوز فقط، ولكن فوز بسكور عالي. النهارده رحت احرزت اربع اهداف في مباراه الكاميرون او القطن الكاميروني خارج ملعبك. هتقول لي القطن كان رابع مجموعه، يعني ايا كان ماليش دعوه بالحسابات، ولكن هي مباراه افريقيه في الكاميرون، وانتم عارفين كويس قوي المباراه الافريقيه بتكون ازاي، من الملعب للاتموسفير للاكل لكل شيء، والسفر والجهد اللي بيبذلوا اللاعبين عشان يوصلوا لاقاصي البلاد في طبعا في افريقيا. اذا ماتش الكاميرون كمان كان محطه مهمه، القطن الكاميروني كان محطه مهمه، انت كسبت 4-0 وحققت سكور ساعدك على التاهل كمان. ليه نتكلم، ليه نسينا مباراه الهلال هنا؟ ليه الناس تنسى مباراه الهلال هنا والشحن الجماهيري والكلام ده كله والعصبيه اللي كانت في المباراه؟ النادي الاهلي تخطاها كل الكلام ده. اكيد الفوز ما كانش نتيجه ابدا صدفه، عمر ما فوز بيجي صدفه. الصدفه ممكن تكسبك مباراه، ولكن ما تكسبكش بطوله ابدا. ثلاث فرق ابطال انت بتقابلهم وبتتاهل من مجموعتك بعد ما اتحطيت في صعاب. طيب ارجع اقول حاجه، ليه نسينا كاس العالم للانديه وراجعين مجهدين، دخلنا على افريقيا رحنا لعبنا الهلال اول مباراه هناك؟ ليه الناس ما قالتش النادي الاهلي كان عليه ضغط وعليه مجهود كبير جدا وكان مطالب يكسب في الهلال؟ انت عقبال ما فقت من اجهاد كاس العالم للانديه كان مر بماتشين وثلاثه
في بطولة أفريقيا، ولكن في النهاية أنت حصدت الكأس. طيب يعني خلينا نتكلم على مستر كولر شوية. مستر كولر يعني هاجمه البعض أنه أخر تغييراته في مباراة القاهرة، وبناء عليه تلقينا هدف في الوقت اللي مستر كولر يعني ما التفتش لهذا الكلام، وركز مع فرقته، ذاكر فرقة الوداد جيدا، اتكلم في المؤتمر الصحفي كلام موزون جدا، قال يا جماعة أنا مش قلقان، أنا راجل كسبت، أنا راجل كسبان، أنتوا اللي عايزين تكسبوا، أنا حتى الآن النتيجة دي تأهلني وآخد البطولة، ولكن أنتوا اللي عايزين تكسبوا. بعد أن تلقينا هدف في الدقيقة 30 أو يمكن في بعد يعني مرور يعني تقريبا تلتين الشوط الأول، أنت النهاردة ما فكتش، الفرقة ما فكتش، الفرقة ما يعني زي ما بيقولوا ما فرطتش، كان ممكن تتلقى التاني والتالت، ده برضه صدفة. طيب مستر كولر النهاردة لما شاف فرقة الوداد وذاكرها وذاكر الوداد بتلعب إزاي في حضور جمهوره، يعني الوداد مع جمهوره هناك في المغرب غير الوداد هنا، بيتأثروا جدا بتشجيع جمهورهم. فالنهاردة لما مستر كولر درس الفرقة جيدا ودرس الفرقة بتلعب ازاي وسط جمهورها، الكلام ده طبعا ما كانش صدفة برضه. طيب الحاجة التانية، مستر كولر النهاردة لما يعني بين الشوطين لقينا فرقة مختلفة، كان الاستحواذ 70-30، جينا الشوط التاني الاستحواذ اتظبط، الأداء رتم الأداء اتظبط، يعني توتر الأعصاب اللي احنا شفناه نتيجة طبعا قرارات التحكيمية المتتالية اللي كانت فيها طبعا يعني كومنتات كتير، احنا مش هنتكلم عن التحكيم، ولكن بين الشوطين كان في كلام، كان في لازم تركزوا، شفنا كهربا نزل بين الشوطين بيضحك وبيهزر، مش عشان يعني حاجه ولكن عشان يوصل رساله احنا مركزين ومش قلقانين. لما نزل الشوط الثاني اخر ربع ساعه، والله انا يعني على المستوى الشخصي انا راجل كتبت وقلت قبل الهدف بدقيقه، قبل الهدف بدقيقه قلت ان لسه ربع ساعه وممكن نجيب هدف. فده معناه ايه؟ معناه ان انت حتى جمهور النادي الاهلي اللي احنا واحد منه، اللي انا واحد منه، بقول شايف فرقتي كانت رايحه للمكسب، ده برده ما كانش صدفه. اللي احنا بنقوله ان ده نتيجه جهد وعرق. مجلس اداره النادي الاهلي اللي وفر كل شيء في وقت كل الانديه بتعاني، وليست الانديه المصريه فقط ولكن الافريقيه والعالميه، بتعاني من قله الموارد، بتعاني. النهارده النادي الاهلي بيوفر للفرقه زي ما بيقولوا كل ما تريد. النادي الاهلي النهارده مجلس ادارته كابتن محمود الخطيب وحجم الضغوط الرهيبه. النهارده لما جت الصوره على كابتن محمود الخطيب في المباراه، الحقيقه انا واحد اشفقت عليه لانه الضغط العصبي كان رهيب، والله انا اتصور انه ما كانش حاسس باللي حواليه. هتنقل لثلاث مشاهد الحقيقه بعد المباراه، ده طبعا المباراه ومش عايزين نقول اللي حصل في الفاينل، وان دي ما كانتش مباراه كوره، والتحكم في الاعصاب والسيطره على اعصابك و و و و وذكرياتك الاليمه من مباراه السنه اللي فاتت اللي هي كانت مباراه واحده ما لعبتش مباراه هنا، كل الكلام ده كان ليه سايد افكت عليك في المباراه، ومع ذلك الولاد بخبراتهم وثقتهم وبروح النادي الاهلي تخطوا كل ده، لانها ما كانتش مباراه كره قدم فقط، 90% غير كره القدم و10% كره قدم فقط، وكل الناس عارفه كده وشايفه كده، من العصبيه للضرب للالتحامات لغيره لغيره، ولكن الحقيقه يعني اللعيبه عملت مباراه يعني فيها ثبات انفعالي ورجوله واداء ويمكن الربع ساعه اللي بعد الهدف الحقيقه كان قتال في الملعب، انت النهارده بيهاجموا بكل صفوفهم عايزين يحطوا هدف، وانت بتدافع باستماته، ورحت مره واتنين كنت ممكن تجيب هدف. هنروح بقى لبقى بعد المباراه ثلاث مشاهد انا عايز اقف عندهم. المشهد الاول بعد الضغط العصبي الحقيقه اللي الفرقه شافته ومجلس الاداره اللي كان قاعد في المدرجات، وضع طبيعي ان انت تخلص المباراه ما تبقاش مركز في التفاصيل، انت عايز ترتاح، عايز تنبسط، مش معقول هتفكر في التفاصيل، ولكن كابتن محمود الخطيب كرجل اسطوره وصاحب طبعا تاريخ كبير وراجل يعني عنده من الخبرات يقدر يتحكم في اعصابه ويفكر مظبوط، بعد المباراه خد مجلس اداره كله وذهب الى جمهور النادي الاهلي. جمهور النادي الاهلي العظيم اللي طبعا قطع مئات الكيلومترات بل الاف الكيلومترات عشان يوصل للمغرب ويساند فرقته ويغني لفرقته حتى لو عدد قليل، ولكن كانوا ب 100,000 واحد في الملعب. كان واجب طبعا كابتن الخطيب عرف وايقن ذلك واتنقل مع مجلس ادارته بالكامل للجمهور عشان يهنيهم. المشهد الثاني وهو تسليم كابتن حسام غالي كأس البطولة للفريق أو الميداليات كرئيس للبعثة. هنا كابتن محمود الخطيب احترم يعني اختصاصات كل فرد معاه في مجلس الإدارة. النهارده كابتن محمود الخطيب بيدي لكل فرد في مجلس إدارة دور. فالنهارده دي رسالة، كابتن محمود الخطيب كان سهل جدا ومحدش هيقدر يلومه أبدا لو نزل وسلم الكأس وسلم الميداليات للاعبين، بالعكس يعني ما كانش حد هيقدر يتكلم، ده كابتن محمود الخطيب. ولكن النهارده حسام غالي، كابتن حسام غالي طبعا كابتن الفريق الكبير السابق وايضا احد نجومنا، بيسلم النهارده الكاس والميداليات للاعبين، ده مشهد لازم اتوقف عنه. المشهد الثالث لما الشناوي استلم الميداليه جري يسلمها لمصطفى شوبير، هو ده النادي الاهلي.
النهارده كابتن فريق شناوي، النهارده مصطفى شوبير بالرغم انه لعب المباراه الاولى وكان احد يعني ابرز اللاعبين، بل يعني مش عايزين نقول كان نجم المباراه عشان ما نقولش يعني دور او نخفق يعني دور اللعيبه الباقيين، ولكن النهارده مصطفى شوبير قعد احتياطي، كابتن الشناوي خف ورجع، روح وتلاحم كبير جدا بين حراس المرمى، حاجه ما حصلتش. النهارده كابتن الشناوي بيقلع الميداليه ويلبسها لمصطفى شوبير كانها رساله من الشناوي، يا مصطفى انت كان ليك دور كبير جدا في البطوله دي ودور كبير في الكاس ده، هو ده النادي الاهلي، وهي دي المشاهد الحقيقه اللي بتنم على نور النادي الاهلي ومبادئه اللي عمر ما حد هيقولها لك، لازم تفهمها انت وتعرفها لوحدك، لو ما فهمتهاش وما عرفتهاش هيبقى عندك مشكله. طيب النادي الاهلي الفرحه الشديده الكبيره جدا النهارده بالكاس، بالرغم ان احنا ده رابع دوري او نهائي افريقيا نوصلوا على التوالي للمره الثانيه في تاريخنا، رابع دوري افريقيا او نهائي بطوله افريقيا على التوالي نوصلها، ده برضو ما كانش نتيجه صدفه، اكيد شغل اربع سنين، مستحيل توصل سنه وتغيب سنتين، توصل سنتين وتغيب سنتين، ده يعني انما لما النهارده اربع سنين مع حجم التحديات والبطولات انت بتلعبها، صدقوني ده اكيد مش من نتيجه صدفه، لازم نفخر بنادينا، نفرح بيه، ده وقت الفرحه، وقت الفخر بالنادي، لسه عندنا بطولات الموسم ده، لسه عندنا بطولات، لسه بطوله الدوري محتاجينها وعايزينها احنا الاقرب، وانا متاكد ان الكلام ده اللعيبه حاطاه في دماغها، هنفرح وننبسط، ولكن عينينا على بطولات، وهو ده قدر النادي الاهلي وقدر لعيبته وقدر مجلس ادارته انه دايما بيقفل بطوله ويفتح بطوله عشان يعني يلبي طموحات وامال النادي الاهلي وجمهوره، اللي احنا الحقيقه بنفخر ان احنا واحد او مشجع او محب لهذا الكيان العظيم اللي احنا لينا الفخر اللي احنا بننتمي اليه. اعزائي المشاهدين اطلع لفاصل عشان استقبل ابطالنا في تنس الطاوله رجال وسيدات عشان احتفل معاهم ابطال الدوري هذا الموسم، ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد، وزي ما قلت في الانترو في بدايه حلقتي انه النادي الاهلي طبعا كره القدم هي معشوقه الجماهير وهي اللعبه رقم واحد طبعا مش في مصر بس وافريقيا وفي العالم كله، ولكن النادي الاهلي السنه دي زي ما قلنا في الالعاب الجماعيه 22 بطوله متنوعه ما بين كاس ودوري وبطولات محليه وقاريه واقليميه، ايضا عندنا لعبه من الالعاب اللي احنا نعتبر في النادي الاهلي مدرسه كبيره مش بس جوه مصر ولكن في افريقيا بل في العالم، خرجت منها خامس الاولمبيات عمر عصر اولمبيات طبعا طوكيو 2020، خرجت نجوم كبار النهارده معايا في الاستوديو فريق السيدات اللي نجح السنه دي انه يحصد البطوله العربيه في مستهل الموسم وايضا بطوله الدوري منذ ايام قليله. في البدايه طبعا برحب بكابتن عادل شومان المدرب العام للفريق فريق السيدات بالنادي الاهلي، اهلا بيك يا كابتن عادل. اهلا كابتن هيثم، اهلا بيك والف مليون مبروك. الله يبارك في حضرتك. يعني اللقاء الثاني السنه دي بعد بطولتين يعني عزاز. الحمد لله الحمد لله يا كابتن هيثم. اكيد طبعا المكسب مش بس فني وايضا مكسب اداري، المنظومه متكامله، مجلس اداره، جهاز اداري، طبي، فني، لاعبين، لاعبات، هو ده او هي دي عناصر الفوز. برحب طبعا بالكابتن احمد حامد المدير الاداري، اهلا بيك يا كابتن. اهلا حضرتك منورنا، وطبعا يعني وجودكم النهارده مع كاس افريقيا بيدي اكيد يعني اضافه قويه جدا اكيد يا كابتن. برحب طبعا بنجمتي الفريق الحقيقه اللي هم كان ليهم دور كبير في الفوز ببطوله الدوري ايضا هذا الموسم، وعد ابراهيم او كابتن وعد ابراهيم نور الدنيا. مبروك. الله يبارك حضرتك. برحب طبعا بكابتن رؤى الناغي احد نجمات مصر ونجمات النادي الاهلي، اهلا بيك يا كابتن. اهلا بحضرتك. منوره طبعا قائد النادي الاهلي. كابتن عادل يمكن موسم صعب شاق السنه دي، السنه دي كان عندنا يعني كتير من التحديات خططتوا لده، كلمني عن بعد البطوله العربيه المشوار لغايه تتويجنا ببطوله الدوري. والله واحنا بعد بطوله الانديه العربيه اللي الحمد لله ربنا كرمنا وكسبناها كان فاضل الدوري، المشكله ان الدوري اتاجل كذا مره وكان المفروض يتلعب في شهر الدوره المجمعه الاولى في شهر 3. طب ليه اتاجل يا كابتن؟ ارتباطات دوليه وكان في بطولات بتبقى دوليه، فهي دي المشكله. فطبعا ما كناش عارفين بالظبط امتى يعني الدوره المجمعه الاولى امتى والدوره المجمعه الثانيه امتى. نعم. فقالوا مره في شهر 3 مره في شهر 4، رسيوا في الاخر خالص ان شاء الله هتبقى الاولى 14/5 ل17/5 والثانيه من 2/6 ل5/6. لما عرفنا المواعيد وكده ابتدينا بقى نظبط التمارين بقى حسب ظروف كل لاعب. كل لاعب احنا التمرين بتاعنا زي ما قلت لحضرتك قبل كده الاساسي من 7 ل9. نعم. في بقى حسب ظروف عندنا بنات في الجامعه، بنات بتشتغل، بنظبط بقى المواعيد بتاعه التمرين بتاعه الصبح، اللي عنده جامعه الصبح يجي طب قبل التمرين، اللي عنده جامعه الساعه 2 المحاضره الساعه 2 يجي طب يجي الصبح. وخلينا نوضح للساده المشاهدين التمرين بيكون في مقر النادي الاهلي بالجزيره بمدينه نصر. وممكن نغير المكان، يعني ممكن نتمرن مثلا في ملعب ثاني ولا لازم ملعبنا في مدينه نصر؟ يعني
ممكن تختاروا مثلا ملعب مش لازم جوه النادي الاهلي، ممكن يبقى ملعب بالزبط قريب من اللعبات، ولا ده مش وارد عندكم؟ يعني وارد طبعا. يمكن حتى احنا الفتره الاخيره جينا في يمكن من منتصف شهر رمضان نقلنا التمرين لصاله المنتخب. الصاله شويه فيها شويه تجديدات وكده، في صاله المنتخب في استاد الاستاد. فنقلنا التمرين في صاله المنتخب. في كنا الناس اللي كانوا عايزين يتمرنوا الصبح كنا بنجيبهم الصبح في النادي الاهلي، لكن التمرين بقى الاساسي بتاعنا كان بقى في صاله المنتخب. بالظبط كده. طب كابتن، يمكن الدوره المجمعه الاولى، كلمني عن يعني ابرز المنافسين، نتائج الماتشات الصعبه اللي كانت في الاولى والثانيه، خاصه ان برضو الفرق كلها بقت كويسه. النهارده ما نقدرش نقول في فرقه وحشه، لا النهارده كان في منافسه. هو فعلا فعلا يعني قبل المواسم اللي قبل كده كانت المنافسه تملي يعني محصوره ما بين الاهلي والزمالك. صحيح. دلوقتي في اهلي، في زمالك، في جزيره الورد، في بتروجيت، في الاسماعيلي، فرق كتير جدا استعانت بلعيبه من محترفات زي الاسماعيلي كان جايب لعيبه محترفه، بتروجيت برضو كان ماتش صعب، جزيره الورد كان ماتش صعب، الزمالك كان ماتش صعب، بس الدوره المجمعه الاولى الحمد لله يعني كسبناها كلها 3-0 فيما عدا ماتش بتروجيت كان 3-1. 3-1 دي الدوره المجمعه الاولى. دي الدوره المجمعه الاولى. طيب الدوره المجمعه الثانيه، الدوره المجمعه الثانيه كسبنا برضو كل الماتشات، وكنا تقريبا حسمنا الدوري قبل الماتش الاخير. قبل الماتش الاخير كان الدوري بتاعنا يعني حتى ممكن كان محتاج ماتش او حاجه. لا 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 لا، ولا حاجه. الماتش الاخير كان النتيجه يعني النتيجه كانت غير مؤثره بالمره يعني، والحمد لله كسبنا. الحمد لله دول هزيمه والبطوله على المجمعتين الحمد لله. راضي يا كابتن علموسي؟ الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. كابتن احمد، اجي لك. يمكن الناحيه الاداريه مهمه جدا، وطبعا يعني انا تشرفت بحضور الكثير من المديرين الاداريين الموجودين طبعا في الالعاب، وقد ايه دورهم الحقيقه مهم جدا في تسديد كل العقبات الاداريه. كلمني السنه دي عن الناحيه الاداريه، ايه العقبات اللي قابلتك، وايه الصعوبات اللي قابلتك، وايه اللي انت لقيته دعم من النادي في هذا المجال؟ هو الموسم ده كان طويل جدا طبعا، بالذات من الانديه العربيه لحد الدوري. صحيح. كان عندنا مشاكل كتير طبعا جدا، اللعيبه عندي كلها محترفه. معظمها مسافره، عمر عصر قاعد بره مصر فتره طويله وبيجي هيلعب معايا انديه عربيه او هيلعب معايا دوري. عندي دينا مشرف محترفه بره، نهانا. طبعا دي كلها عقبات، انت ازاي تحضر الكلام ده كله عشان تحقق اللعيب ان يكون واصل عندك. لا تديني بقى التفاصيل اللي ما يعرفهاش الساده المشاهدين. يعني مثلا عندك لاعب مثلا زي عمر عصر كان في الخارج مثلا لعب شويه، لانه طبعا القوانين عشان الناس تبقى عارفه انه التنس الطاوله تقدر تلعب لاكثر من نادي في غير قاره، يعني تقدر عادي تلعب لناديين في موسم واحد. ممكن تلعب في ناديين بس ما يعترضش ان يتقابلوا مع بعض او في نفس التوقيت، يعني مثلا عمر مثلا هيخلص الدوري بتاعه في المانيا مثلا، المفروض هيرجع لي هنا على مصر قبل الدوري، المفروض بحضر معاه تذاكر الطيران بتاعته، بينسق الميعاد بتاعه مع كابتن اشرف، بروح على النشاط الرياضي. طبعا بشكر طبعا كابتن خالد العوضي الدعم بتاعه لينا، بيسهل لنا حاجات كتير جدا. بعد كده بنظبط ذاكر طيرانه علشان خاطر الراجل يبتدي يلعب معانا. نفس القصه بقى، انت المشكله عندك مش لعيب واحد، المشكله عندك تبقى اكتر من لعيب في التنس طاوله، يعني معظم لعيبه التنس طاوله ما شاء الله عندنا كلهم محترفين. نعم، هي دي النقطه يعني. طيب اللاعب المحترف، نقول مثلا من ساعه ما حضرتك بتقرر انه هيجي او الجهاز الفني بيستعين بيه او خلاص مضى، ايه الاجراء؟ هل بيمضي عقد؟ هل بيمضي استماره؟ هل في اجراء بتاخده في الفيدريشن او في الاتحاد عشان تجهز ليه؟ هل في كليرنس للكوره؟ يعني اشرح لي التفاصيل. لو لاعب انا جايبه يلعب معايا، ايه التفاصيل؟ هو كل اللعيبه اللي عندنا طبعا محترفين بره ماضيين عقود محليه مع النادي. تمام، ادي معلومه احنا لازم نبقى عارفينها. ما عنديش لعيب مصري محترف كان جايب مبارز الاجنبي. نعم، يعني كل اللعيبه اللي بتلعب معانا وطلعوا بره دول بيكونوا ماضيين عقود مع النادي. تمام، الموسم الكامل. تمام تمام حضرتك. بس لما يكون لعيب مثلا بيحترف في الدوري الالماني او الدوري الفرنسي ممكن ما ينفعش يلعب معايا بطولات معينه عشان الدوري بتاعه بره بيمنع. فبديره بالعقد بتاعه بيبقى ماشي بالقطعه بالبطوله نفسها، يعني مثلا عمر في الدوري المصري مش هيتعارض مع الدوري مثلا الالماني بيلعب فيه. ممتاز. فبالتالي لازم يلعب معايا في الوقت ده. بياخد عقده بالقطعه دي. فهمت. بعكس مثلا هنا جوده مثلا لو عندها احتراف في السويد. نعم. وهتلعب معايا في مصر تلعب موسم كامل، ده مش معترض مع ده. فبتختلف كل لعيب بالعقد بتاعه. بتقعد انت بقى مع كل لاعب تدرس حالته ايه؟ بقعد انا وكابتن اشرف طبعا. وتشوف هو المفروض يكون امتى والوقت اللي المفروض يكون فيه ايه والكلام ده، وتظبط المواعيد وعقده وتظبطه. انت بقى المشكله الاكبر مش كده حضرتك كمان، انت عندك لا انا عايز اسمع مشاكل. المشكله الاكبر انا عندي اللعيبه كلها دوليه. فمثلا في الدوري مثلا، يعني مثلا احنا لعبنا مثلا دوره المجمعه الاولى. ممتاز. عمر سافر بعد الدوره المجمعه الاولى هو وهدينا وهنا بطوله العالم وبالي
بطوله العالم طبعا. مش هننسى الانجاز بتاع عمر خامس والبيل عمل دخل دور 64 حاجه كويسه جدا. اكتر حاجه عملوا انجاز كبير ما شاء الله. وهنا برده كانت عملت ماتش جميل جدا. دينا دخلت 32 دخلت اول مره في تاريخ عرب وافريقيا النتائج دي تحصل في كاس عالم يعني لعيبه مصريين. بس ان هم يروحوا في الفتره دي وبعدين يرجعوا لك تاني قبل الدوري ويلعبوا الدوري المجمعه الثانيه طبعا ده هلك على اللعيب. لازم تكون مهيئ له كل حاجه باحسن علشان خاطر وكل حاجه. بالظبط. ما ينفعش ما ينفعش فيها ثغره صغيره. يعني هي نجاح التنس الطاولة احنا بقالنا اكتر من 2013 لحد النهارده في الرجال ما خسرناش دوري الحمد لله ما شاء الله. في السيدات ما خسرناش غير مره او مرتين حاجه زي كده في التاريخ كله ولا من 2013 لنهارده. 2013 حتى الان لحد النهارده انا بتكلم على التوالي. قبل كده كان في مكسب وخساره منافسه قويه بين اهلي وزمالك يعني كانت رايحه جايه. بس من 2013 النهارده احنا يعني كابتن اشرف كان مركز جدا مع لعيبته مركز جدا في المواعيد اللي بره والمواعيد اللي جوه. النشاط الرياضي بيتابعنا دايما فخلونا كلنا مركزين. اللعيب ده خلاص عندي محترف بره فانا محتاجه هنا في مصر هيلعب معايا لازم هيقلوا الجو هيعمل ايه النهارده التمرين بتاعه هيبقى ماشي ازاي تفاصيل التفاصيل مش بيسيب حته صغيره. فانا لو اتكلمت فيها جزء جزء احنا محتاجين حلقتين ثلاثه. شكلك بتقلق يا كابتن وكابتن اشرف تعبك معايا يا عيني. لا 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 هو متعاون جدا بس هو ده بس هو ده يعني ده هو ده اللي منجح. دي فاتوره النجاح دي فاتوره النجاح. خلينا نروح لنجمتنا نبتدي بوعد. وعد يعني يمكن موسم ناجح ليك وبطوله عربيه بطوله الدوري الله اعلم الكاس هتلعب ولا لا ما اعرفش. الكابتن هيقول لنا بقى الكاس البطوله مش منتظمه معاكم ولكن ممكن تتلعب. شايف الموسم ازاي؟ ابتدي بقى بطوله عربيه وعدي لي بقى بالتمارين وصلي لي للدوري كلميني على الموسم بقى خدي راحتك. الموسم كان طويل قوي وبصراحه كان تمرينات كتيره قوي. الكابتن عادل وكابتن احمد كانوا دايما معانا وكانوا بيشجعونا ان احنا نيجي اكتر عشان نركز. الدوري ما كانش سهل زي ما كابتن عادل قال. كان في نوادي كتير قوي كويسين واللعيبه كلها كانت كويسه. يعني احنا ما شاء الله كل اللعيبه الثمانيه اللي موجودين كويسين يعني ودينا كانت ما شاء الله مديانا ثقه كمان دينا مشرف. فكان الموسم كان طويل قوي بس كابتن عادل كان دايما معانا وكابتن احمد يعني الحمد لله. طب قولي يا وعد على المستوى الشخصي ايه احلى مباراه لعبتيها السنه دي؟ يعني افتكري لي كده من الاول يعني امشي لي الموسم كده كده افتكري لي مباراه او اثنين انت لعبتهم حسيت لعبتهم كويس جدا. هو رشاشه يا كابتن استاذ منصور او سموحه يعني الماتشات كلها كويسه يعني مفيش حد قليل يعني مش زي السنه اللي فاتت او اللي قبلها. لا السنه دي الموسم ده الماتشات كلها الناس اللي بره كويسين جدا. طب وليه واحد عايز اسالك سؤال الفرقه عندكم في السيدات كلها نجوم نجوم بجد مش هزار يعني يعني ممكن الجهاز الفني يغمض عينه كده ويختار اي حد. يعني دايما كنت بقول لكابتن عادل كده حضرتك اكيد متلخبط هتنزل مين؟ صحيح. هتنزل اي حد كلنا ما شاء الله كويسين. لا خالص احنا كلنا يعني من كتر ما احنا الحمد لله بنكسب عشان كده احنا بنحب بعض. يعني احنا عشان بنحب بعض بنكسب. اللي بينزل يكسب او اللي بينزل يلعب اللي بره بيشجعه قوي وكانه هو اللي بيلعب. فده لا خالص يعني كلنا قلبنا على قلب بعض. طيب يعني نتكلم عن الفرق التانية يعني ايه اكتر ماتش يعني بيبقى تقيل على قلبك شويه؟ يعني هو الموسم ده يعني كصعب يعني فنيا. الموسم ده كان بتروجيت متهيألي بتروجيت كان فرقه كويسه. كانوا كويسين جاهزين اكتر بس احنا الحمد لله زي ما كابتن عادل قال المجمعه التانية كنا حتى قبل ما نلعب الماتش كنا عارفين ان احنا الحمد لله اول يعني مرتاح. اول مرتاح يعني ما فيش الحمد لله بدون ولا هزيمه دي حاجه بالظبط. فده كان متهيألي كان اصعب ماتش فيهم. بس طب يعني السنه الجايه طموحاتك ايه؟ امالك يعني الحمد لله احنا خلاص خدنا الدوري السنه الجايه ممكن الله اعلم برده الكاس هتلعب ولا لا برده مش دايما بتلعب. بس هنتكلم عن السنه الجايه عايزه ايه؟ عايزه تحقق ايه السنه الجايه على المستوى الشخصي؟ خلاص الفرقه الحمد لله باذنك يا رب ان شاء الله هنكسب باذنك يا رب ولكن بتكلم على المستوى الشخصي انت عايزه تحقق ايه؟ يعني ان شاء الله انا محترفه اصلا في الامارات بره فاي بطوله فرديه ما بتيجي انها العروبه اول برضو هناك في الدوري ما شاء الله. فاي بطوله فردي تيجي ان هو انا موجوده في مصر فبتمنى ان انا اكون موجوده العبها عشان اخش والعب واسافر افريقيا طبعا وكده. بس يعني مبسوطه في الامارات؟ الحمد لله. عامله ايه هناك؟ كويس الحمد لله. ماتشات يعني عكس مصر يعني مصر الدوري مثلا ممكن يخلص على اسبوع هناك لازم كل اسبوع كل اسبوع ماتشات. كل اسبوع ثلاث ايام في الاسبوع ماتشات. فكان انت بتدرسي ولا خلصت؟ خلصت عشان كده رحت الامارات. لو كنت بتدرسي كنت شاطر. طب وليه انت هناك لوحدك ولا معاكي حد من اسرتك ولا؟ لا لوحدي لوحدك. بس مبسوطه هناك؟ الحمد لله. تقعدي قد ايه هناك وهنا؟
يعني بقعد هناك، انا متفقه معاهم هناك اللي انا لازم اللي انا انزل قبل الدوري هنا اهو علشان اتمرن واكون في وسط الفريق وكده اهو. مش شرط كده. فهو بصراحه يعني كابتن اشرف حافظ بصراحه تقبل الشرط ده وقال لي تمام ماشي وبس، يعني الحمد لله. كل التوفيق ليك يا رب. ربنا يخليك. يعني حاجه جميله وحاجه مشرفه الحقيقه. شكرا. طب اجي لك بقى يا رؤى. رؤى الناجي طبعا نجمه الفريق، اتقابلنا قبل كده وكان مكسب. كلميني على الموسم بقى وعلى البطوله العربيه، زم نفس الكلام اللي قالته وقعد نعدي بالبطوله العربيه والموسم. كلميني عن تعبكم طول السنه، يعني احكي لي كده فضفضي معايا. هو الموسم ده فعلا كان طويل قوي، يعني عشان كمان الدوري اتاخر فاحنا قعدنا وقت طويل قوي، بس الحمد لله كنا بدانا الاول مع النادي الانديه العربيه، يعني كانت بطوله كويسه قوي، حددنا الحمد لله ناخد اول. بعدها برضو كان في بطوله فردي تحت 19 سنه الحمد لله قدرت اخد فيها اول، يعني كانت اخر بطوله في الموسم فالحمد لله ان انا ختمت الموسم بيها. بعدين الدوري جه بقى كمان الحمد لله قدرنا يعني ان احنا نكسب في الدورتين ما نخسرش اي ماتش. طيب من وجهه نظرك كان اصعب ماتش ايه؟ متفقه مع طبعا يعني وعد وكده انه كان بتروجيت ولا مش متفقه؟ هو زي ما كابتن عادل قال في الاول برضو كان في كذا ماتش يعني صعب، هو بتروجيت ممكن اصعبهم، جزيرة الورد برضه والزمالك كان منافسة برضه قوية، يعني في التلات ماتشات دول ممكن كانوا أصعب ماتشات. طب وليه يا رؤى أنت بتفكري في الاحتراف برضه زي وعد وكده ولا مش بتفكري في الفكرة دي يعني بعيدة عن دماغك؟ يعني ممكن بيجي عروض أو حاجة، بس اللي هو لسه مش بحاول أشوف أنسب حاجة ليا عشان كمان الجامعة. أنت لسه في الجامعة؟ لسه أول سنة. لسه أول سنة؟ لا ده احنا كده يعني، بس على فكرة ممكن تقدري يعني ممكن بس لا صعبة. يعني نص السنه بتبقى هنا ونص السنه بتبقى هنا. الموضوع بيبقى صعب كمان، هو التمرين اوريدي بيبقى، بس يعني بيبقى موضوع صعب مع الجامعه عشان المواعيد مش نفس الحاجه، ايام الصبح ايام بالليل. صح. بس فعلا كابتن احمد وكابتن عادل طول الوقت بيقولوا لنا لو اي وقت انتوا فاضيين تعالوا، يعني مثلا بقول له هاجي بعد التمرين العب قبل التمرين، وصراحه هما بيعملوا الموضوع ده فاحنا بنكون برده بنتمرن، بيريحونا يعني قوي في الموضوع ده. طب احلى ماتش لعبتيه السنه دي او ماتشين وبرده كابتن يعني عادل هيغششك. يا عارفه جزيره الواحد. ماتش اني ماتش في الدوره الجامعه الاولى في الدوره الاولى كان فاينل، يعني اخر ماتش في الدوره الاولى كان فاينل. يعني عملت ماتش حلو يا كابتن. ما شاء الله كلهم بصراحه يعني نجمات بامانه. طيب هنتكلم عن السنه الجايه برضه، السنه الجايه ايه طموحاتك؟ عايزه تحققي ايه؟ يمكن وعد يعني هي عارفه عايزه ايه وقالت. انت بالنسبه لك على المستوى الشخصي هو اول حاجه ان شاء الله عندي بطوله افريقيا تحت 19 سنه في اول سبعه، فدي ان شاء الله يعني هدفي فيها ان شاء الله يعني اقدر اخد البطوله دي اول حاجه، لان هي بتاهل لبطوله العالم بعدها. صحيح. يعني انت ممكن لو كسبتيها تاخد تروح بطوله العالم. هو بنروح فعلا لو في الفرق بنروح از تيم، وفي الفردي اللي بياخد اول وثاني. ف ان شاء الله نتوفق فيها ان شاء الله. دي اول حاجه يعني عندي في اول حاجه. لا هتبقى في شهر كام؟ اول سبعه ان شاء الله. انت عارفه هي فين؟ هتلاقي فين ولا في المغرب؟ في المغرب. طب يعني شايفه المنافسه عامله ازاي؟ المنافسه بتبقى قويه بالذات بين المصريين اكتر، عشان هنا اوريدي هنبقى اربعه من مصر، فبتبقى المصريين اقوى بتبقى بتبقى منافسه صعبه. يعني كانها منافسه مصريه بس على ارض مغربيه. يعني بيبقى فيه يعني كام حد كويس، بس قصدي مصر بتبقى اجمد شويه في هناك. طب خليني برضو اجي لكابتن عادل، يمكن السنه الجايه لازم فرصه حضرتك معايا، والسنه الجايه طبعا عندنا موسم طويل، مطمن على الفرقه؟ هل في دماغك مثلا او مع كابتن اشرف هل ممكن تجيبوا صفقات جديده؟ هل حاجه لعيبه كويسه الناشئات اللي طالعين؟ يعني كلمني وطمني يعني السنه الجايه يا كابتن. والله احنا اللعيبه اللي موجوده مطمئنه جدا، معانا دينا مشرف، معانا هنا جوده، معانا الاء يحيى، معانا رؤى الناغي، معانا وعد ابراهيم، في طبعا ناشئين طالعين كويس، ناشئات طالعين كويسين جدا، وان شاء الله يعني بنحاول كده في صفقه كده نحاول نخلص فيها ان شاء الله. ان شاء الله. طيب يعني الموسم اللي جاي شكله ايه؟ هل برضه هيبتدي بطوله عربيه ولا مفيش بطوله عربيه؟ وفين يعني هل في معالم بنت الموسم الجديد؟ في بطوله الانديه العربيه تقريبا مكانها تقريبا لبنان، بس انا سامع انها ممكن تتنقل للعراق. الكاس كان المفروض يتلعب على فكره من 14 ل 17/6، بس للاسف اتلغى. للاسف السنه اتلغى لانه برضك في ارتباطات دوليه. دينا مشرف وهنا جود وعمر عصر عندهم ارتباطات دوليه فاتلغى السنه دي، فان شاء الله السنه الجايه يعني الموسم الجديد ان شاء الله اعتقد هنبتدي بالانديه العربيه، وبعد كده بقى البطولات الفرديه والدوري ان شاء الله. طب يمكن كابتن احمد برضو سؤال سريع كده، من حكم قربك للفرقه بيبقى تكرار المكسب بيخلي ممكن يجي شويه ملل او شويه تعود على المكسب، بتتغلبوا على ده ازاي؟ يعني انت كراجل اداري وراجل شغال. هو ما بيحصلش ليه؟ لان كل سنه بيبقى ليها ظروفها. نعم. يعني مثلا هم دلوقتي كانوا بيتكلموا على ماتش بيدروجيت ان هو اصعب ماتش. نعم. ليه اصعب ماتش؟ عشان عندنا بنتين مروه ومريم راحوا بيتروجيت، فلعيبه حافظه بعض، فالماتش بقى صعب، فقدرنا نكسب
ففي حافز كل سنه بيتغير. برافو عليك. بالظبط صح. فاهم قصدي؟ مفيش ملل. مفيش ملل. لا والبينج بونج لا ما فيهاش ملل. يعني النهارده التنس طاوله بالذات اللعيب اللي هيفكر انه يريح مثلا اسبوعين في واحد تاني فرق بالنسبه له خلاص. برافو عليك. فهي نفسها شرسه خاصه جوه النادي الاهلي. هي لعبه صعبه. صح صح. صعبه جدا. صح. نورتوني وشرفتوني طبعا كابتن عادل. نورتوني وشرفتني هاسم. شكرا اتمنى لك وبقى سعيد جدا بكون معاك على فكره. ربنا يخليك كابتن هاسم. كتر خيرك والله. كابتن احمد بشكرك نورتوني وشرفتني طبعا. كابتن وعد نورتيني وشرفتيني طبعا. رؤى نورتيني وشرفتيني. الف مليون مبروك. الله يبارك في حضرتك. اعزائي المشاهدين خلينا نطلع لفاصل ونكمل لقائنا. المره دي هنطلع لفاصل عشان نستقبل بقى ابطال الرجال في تنس الطاوله. وزي ما قلت لحضراتكم فازوا ايضا ببطوله الدوري ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد ومكملين احتفالاتنا طبعا في قناه النادي الاهلي بابطالنا. يمكن كره القدم وكاس افريقيا منورنا ودرع الرجال في تنس الطاوله ابطال الدوري. وكان من شويه الدرع ده مش اللي كان موجود من شويه. اللي كان موجود من شويه كان درع السيدات. احنا ما شاء الله يعني عندنا الكؤوس والبطولات في النادي الاهلي لا تنتهي. برحب بالبدايه بالكابتن اشرف عبد الفتاح المدير الفني ورئيس الجهاز طبعا في تنس الطاوله. اهلا بيك يا كابتن اشرف. اهلا بيك يا كابتن. منورنا والف مليون مبروك سواء للرجال والسيدات. الله يبارك فيك يا كابتن. شكرا. طبعا برحب بصديقي العزيز واحد طبعا يعني الرجال المخلصين المدرب العام للرجال كابتن اشرف صبحي. اهلا بيك يا كابتن. اهلا بحضرتك كوتش. صديقي طبعا بيك. ويعني لحقنا الشرف دايما. ربنا يكرمك في البطولات كمان على طول ان شاء الله منصورين. طبعا مش هقول صديقي واخويا بقى لا ده انا هقول يعني اكتر من ذلك واحد رموز النادي الاهلي في تنس الطاوله الكابتن السيد لاشين كابتن الفريق. اهلا بيك يا كابتن. ربنا يبارك فيك كابتن عايز. داخل انت الاستوديو بكوبايه الشاي برده معلش. تعالى لسه المشوار صعب اصلا في مدينه نصر هنا بس منور الدنيا يا كابتن. الله يبارك فيك عزيزي. احد طبعا نجوم مصر ونجوم النادي الاهلي كابتن شادي بجدي منورني يا كابتن. حبيبي يا كابتن عايز. اقول كابتن ولا باشمهندس؟ الاثنين كابتن باشمهندس. كابتن باشمهندس منورنا يا كابتن. منورك يا كابتن. كابتن اشرف اجي لك يمكن موسم صعب شاق خططت ليه تعرضت لصعوبات في بدايه الموسم. يعني كلمني عن الموسم البدايه وهل انت راضي النهارده بعد نهايه الموسم؟ انا اعرف انا حضرتك دايما انت راجل بتحب تحاسب نفسك قبل ما حد يكلمك او حد يحاسبك. لا انت راجل بتحاسب نفسك وبتقيم نفسك ودي شيء من نجاحي. الحمد لله احنا الموسم مجملا كان موسم قوي جدا وصعب طويل والحمد لله حققنا نسبه كبيره جدا من البطولات. احنا بس خسرنا البطوله الوحيده اللي خسرناها الانديه العربيه لان الانديه العربيه الفرق كلها بتجيب لعيب محترف معاها وهم جايين يلعبوا البطوله. نعم. فاحنا كنا معتمدين في الانديه العربيه على اولادنا بس لظرف ما يعني ما توفقناش انما الحمد لله ربنا كرمنا في بقيه الموسم قدرنا نكسب كل البطولات رجال وسيدات وهو المطلوب يعني هو نعم المطلوب طبعًا ان احنا نعمل طبعا البطوله وانت في النادي الاهلي طبعا بتدور على البطوله طبعًا. طب كابتن يمكن بعد البطوله العربيه قابلتك بعض الصعاب من توقف وعدم وضوح رؤيه البطوله ودي في حد ذاتها اكتر حاجه ممكن تزعج اي مدير فني او اي رئيس جهاز ان هو بيخطط لفرقته بيخطط للاحمال بيخطط لكل ده. تغلبت على ده ازاي يا كابتن اشرف؟ هو طبعا المشكله الاكبر مشكله ان انت ما انتش عارف الميعاد بتاع البطولات بتاعتك امتى. فطبعا الحاجات ديت بتسبب مشاكل في التدريب في تجهيز اللعيبه في تظبيط ان اللعيب هيروح يلعب ماتش الاحتراف بتاعه. احنا اغلب الفرقه بتاعتنا محترفه بره هيلعب الماتش بتاعه ويرجع لنا علشان نجهزه عشان نلعب بيه الماتشات بتاعت الدوري والكلام ده. فموضوع صعب جدا واحنا الحمد لله يعني بنقدر نظبطه الحمد لله مع اللعيبه ونظبط ده يا كابتن لان تداخل المباريات الحمد لله رجال وسيدات يعني بنقدر نعمل دي في رجال الموضوع صعب وبيبقى عايز ترتيب. يمكن كابتن احمد المدير الاداري كان قاعد بيقول انه دايما على اتصال ودايما قاعدين مع بعض بتفكروا تجيبوا ده امتى وده يرجع ازاي. الموضوع صعب قوي حتى الماتشات اللي في الدوري اللي في المجاميع في الاول برضه بنبقى بنظبط الكلام ده عشان مين يبقى موجود في الماتش ده ومين مش موجود في الماتش ده والكلام ده بنظبط الامور بتبقى الموضوع مرهق جدا يعني بس الحمد لله ربنا كرمنا. طب كابتن يمكن السنه اللي جايه يعني بتطمن؟ انا دايما احب اسمع من حضرتك بتطمن محتاجين ايه شايف ايه هل ممكن يعني اديني رؤيتك جمهورنا دي. احنا الحمد لله فرقتنا زي ما هي. اهم حاجه انا شايف في الفرقه روح الفرقه ما زالت يعني الحمد لله متواجده وموجوده واللعيبه كلها الحمد لله بتحب بعضيها. المدربين علاقتهم كويسه جدا باللعيبه واللعيبه علاقتهم كويسه جدا بالمدربين. مفيش حد مشي. الوحيد اللي مشي محمد شومان هو شايف انه راح اسبانيا تقريبا يا كابتن ولا لا راح نادي انبي. نادي انبي هو شايف انه هو ملوش فرصه في اللعب في النادي الاهلي في وسط النجوم بتوع الفرقه ففضل ان هو يروح يلعب. وده حضرتك حقه انت مش هتقف يعني طبعا يعني طبعا النادي الاهلي ما بيقفش في
قدام اي لعيب، رغبات اي لعيب يعني. انما قوام الفرقه الاساسي الحمد لله زي ما هو موجود قوي. اللي وقع مننا السنه دي هنقدر ان شاء الله نستعيده السنه الجايه وربنا هيكرمنا ان شاء الله باذن الله بالمجهود والتعب. طبعًا بنحقق نتائج الحمد لله. أنا حاجه تشرف يا كابتن. الحمد لله ربنا يخليك كابتن اشرف صبحي. اجي لك يمكن دايما انت يعني مش مدرب عام بس، ده انت صديق للاعبين. لعبت مع مجموعه يعني، لعبت مع كابتن سيد ولعبت مع مجموعه من اللاعبين. يعني اللهم صل على النبي يعني فتحت السيره. لا معلش برضو بقى يعني انا اقول لك حاجه ده عايز اقول لك كابتن اشرف لعب معايا. انا عايز بس اطلع الاسرار والخبايا. بس انا ما طلعتش روحه زمان. شايف كابتن بتعمل ايه يا كابتن؟ بتعمل ايه يا كابتن؟ والله يعني يا كابتن بتعمل ايه بس في الموضوع؟ حبيبي اساله. لازم ابلعه الزلط ده حبيبي. هو شغله بس يا كابتن سيد. لا هو النقطه في كابتن صبحي وكابتن سيد ان هم جيل واحد. فالجيل الواحد انت عارف ما بيحبوش. فرق 10 سنين يا كنت. لا اللي عايز اقول لك انه بس مش كده كمان يعني الروح دي حلوه. وانا اعرف ان انتوا على طول مع بعض وعلى طول يعني يعني روح كويسه جدا. بس اجي لك يا كابتن يمكن السنه دي كان في صعاب، كان في يعني اكيد توفيق التمرين اللعيبه، مواعيد اللعيبه، ان انت برضو عايز كل لعيب يتمرن في ميعاد، في لعيبه جايه لك من السفر، في لعيبه موجوده في يعني مش ما فيش انتظام لجرعات التدريب. الموضوع ده كان ماشي ازاي؟ والله يا كوتش انت بتتكلم يعني في حاجه بتبقى صعبه جدا، لان فعلا موضوع الاحتراف هو بيجي بتبقى غلسه شويه، بس هو مفيد لينا عشان برضو نبين الحته دي. اللي في لعيبه ما تلعبش ماتشات دولي كتير، فانا ببقى محتاج ان تلعب ماتشات احتكاك. فالاحتراف ده بيوفر علينا معسكرات بره. نعم. انا اطلع العب معسكرات بره فبيوفر ده بيعد لعيبتك. الله ينور عليك. تمام. العائق بقى اللي هو كل واحد بيجي لي يلعب ماتشات فعايز يريح شويه، فلازم اظبط التمرين عليه وعلى اللي موجود هنا. وكمان عمر جالي قبل بطوله العالم، يعني هيمشي من هنا في الدور المجمعه لبطوله العالم. نعم. فدي كانت مشكله كبيره. نعم. لازم اجهزه للدوري ولبطوله العالم. نعم. والحمد لله ربنا كرمه وطلع الخامس على العالم وهو طالع من هنا، يعني ما عادش كتير. لولا انه قابل بطل العالم والله كان ممكن يعمل حاجه احسن. يعني قبله بدور الثمانيه كانت والله حصل حديث ما بينه وما بينه، قال لي اللي يشوف الماتش من بره يقول عليه صعب، بس انا كان متهيألي ان هو قريب من جوه. هو بيقول لي ان هو متهيأله ان هو قريب من جوه. قلت له دي حاجه كويسه تشجع لعيبه مصر ان انت بتقول كده، لان اول مره كان يقولها. كان تملي يقول لي العمليه صعبه. النهارده قال لك عمر مباراته مع بطل العالم، لا الدنيا قريبه نتيجه. بس يعني محتاج تعديل في بعض التمرينات والوقت برضو تفرغ اكتر يعني. دي حاجه كويسه. ده انا فرحنا انا شخصيا والله بالكلام اللي هو قاله ده، لانه طمعنا ان احنا ممكن ناخد ميداليه في. نعم. في الاولمبياد. نعم. هي دي كانت اصعب حاجه عندك تظبيط، لان كل واحد ليه كيس، كل لاعب ليه كيس معينه او حاله معينه. ده محترف وراجع بيجيلك، ده مش عارف ايه، ده ايه. كان الموضوع مش دايما ماشي زي الفرقه كلها، اللعيبه بتتمرن في وقت واحد وبتنام في وقت واحد وبتصحى في وقت واحد. واحد عايز يلعب ماتش، واحد عايز يظبط حاجه، واحد عايز. طب اختيارات بقى الماتشات يا كابتن، يعني اختيارات ماتشات الاتحاد بتقعد مع كابتن اشرف تختاروا اللعيبه للمباراه. انتوا بتختاروا مش كل الفرقه بتلعب، بتختار ثلاثه بيلعبوا كل مباراه. الاختيارات دي كان داخل فيها كل العناصر انت بتقولها دي، ولا كان في عناصر اخرى كانت ممكن تخش في اختيار اللعيبه؟ لا هو في عناصر كتير طبعا. الماتش ممكن يلعبوا اي حد من عندنا ما شاء الله. اللعيبه السبعه، انا بقول سبعه عشان عمر ما بيبقاش تملي معانا، بيبقى بره ما يجيش غير على الماتشات. فاللعيبه السبعه كلهم مستواهم ما شاء الله يعني جامد. اي منهم ثلاثه يلعبوا يقدروا يلعبوا اي ماتش في الدوري. اي ماتش. اي ثلاثه اختاروا من السبعه. الله اكبر. وده اللي بيخلي التمرين جامد. صحيح. يعني انا الحمد لله في بطوله الجمهوريه طلع من عندنا خمسه الاوائل، اول ثاني ثالث رابع خامس، والاثنين التانيين سيد عشان هو معتزل دولي ما بيلعبش في البطوله، ادي واحد. وشادي ما بيلعبش فردي. والتاني شادي كان جاي من السفر الفجر وراح لعب الصبح فما حصلوش توفيق. يعني لو في العادي هناخد السبعه الاوائل. بفضل الله يعني. الله. دي حاجه بفضل ربنا يعني. الله. النادي صراحه يعني ربنا كرمنا بيهم ان هم بيساعدونا في الحته دي، فعشان كده الواحد لازم غصب عنه يعني يحافظ على النادي بالدول. واحنا بنشكرهم يعني على الحاجات اللي هم بيعملوها لنا لما بنحتاجها. الموسم اللي جاي يا كابتن يعني شايف برضو هيقابلك صعاب زي السنه دي؟ لعيبه محترفه يعني، اللعيبه المحترفه ما زالوا محترفين وما زالت الدنيا زي ما هي يعني، برضو الصعاب دي هتقابلكم السنه الجايه اكيد. والحمد لله احنا بنعمل حساب. انا بمرن الفرقه بتاعتي يعني حتى من قبل ما يجي عمر، انا بمرن الفرقه بتاعتي انها تكسب المحترفين، وده بيبقى صعب. بس الماتشات اللي هم بيطلعوا فيها اللي محترفه بره بيحترفوا دي بتساعدني،
ويلعبوا ماتشات بره، واخر بطوله العالم كان البيلي وشادي ويوسف عبد العزيز الفرقه الاساسيه بتاعت المنتخب من النادي. نعم. فبيبقى عائق عليا ان انا لازم اجهزهم للدوري والمحلي وعشان يلعبوا بره في الدوري ويجيبوا نتيجه. صعب كل لعبه وفيها تفاصيلها وصعوبتها. يمكن كابتن سيد انت مريت على يعني طبعا على صعوبات كتير وسنين مع النادي الاهلي، الله اكبر، يعني كابتن تاريخي للنادي الاهلي ببطولاتك بانجازاتك. ايه اللي يميز موسم السنه دي عن الموسم الثانيه؟ يعني هل هو زيهم المواسم السابقه؟ هل الموسم ده مميز؟ شايف ايه النهارده يختلف؟ لا والله، وانا يمكن السنين اللي فاتت كان ربنا كرمنا الحمد لله وربنا كرمنا السنه دي، بس مثلا البدايه بتاعت السيزون ده كانت مش موفقه بالنسبه لنا، خساره الانديه العربيه، فيمكن برضو كانت دي بدري شويه. نعم. يعني احنا دايما كانت الانديه العربيه بتبقى متاخر، بس هي دي احنا ابتدينا الموسم بخساره. نعم. تمام. فزي ده يعني العادي، لان مش اول خساره ولا هتبقى اخر خساره، يعني ده احنا بنلعب رياضه معرضين نكسب ونخسر والكلام ده، وقت اللعيبه بس بفضل الله سبحانه وتعالى. يعني احنا في النادي الاهلي تمام ما بنبصش اللي ورانا، بنبص اللي قدام. برافو. تمام. احنا عندنا بطوله جايه ايا كانت ايه، يعني ما شاء الله الكاس اللي احنا بنحتفل بيه ده النهارده كاس افريقيا، اللعيبه خدت اسبوع هيبقى عندهم دوري وهيبقى عندهم التزامات وسوبر وبتاع، فمش هينفع ان انت تفضل ممكن تبص على غلطاتك اللي فاتت تتعلم منها. تمام. تتعلم منها وتحاول تتلاشاها الفتره الجايه وتركز في اللي جاي، انما مش هتقعد تبص على اللبن المسكوب زي ما بيقولوا كده، نركز في اللي جاي. وده اللي حصل، سواء الجهاز الفني او اللعيبه حتى كلهم خلاص الحمد لله قدر الله ما شاء فعل، ابتدينا بخساره تمام، لازم ننهيها بمكسب. برافو، حلو الكلام. ما ينفعش ان انت لازم بتاعك يطلع اوف، ما فيش حاجه. فالحمد لله رب العالمين، لعبنا بعديها بطوله القاهره ولعبنا فريق انبي فيها، وبعدين لعبنا الدوري وانبي كان جايب محترف وبتاع، واحنا الحمد لله عمر عصر معانا والكباتن كلهم، مش سبعه بقى في تسعه، لان في اتنين كمان طالعين عندنا، ياسين ياسر جابر ومروان جمال. تمام. دول ان شاء الله برضو بيعدوا ان هم يشيلوا الرايه بعد ما يجوا بقى، وانا بطل والناس الثانيه الكبيره شويه. لا انت بطول معانا شويه. اوكي شويه. الله يكرمك. انا حسابك بطول معانا شويه. فالواحد بيبقى لما بيشوف اللعيبه والشغف اللي عندهم ان هم يقدروا يكملوا المشوار، وما فيش حاجه اسمها ان انا بشبع من بطوله. تمام. يعني الدوري ده مش عارف احنا كسبينه والله، يمكن هم كابتن اشرف بيقول يمكن 13 14 مره. تمام. هم ورا بعض وما فيش، انما في التاريخ انت مش عارف تعدهم صح؟ 33 34 34 فالموضوع بيبقى صعب شويه لو انت اللعيب نفسه ما عندوش هدف. فاحنا الحمد لله رب العالمين هدف اللعيب عندنا في النادي الاهلي سواء كمستوى او اي لعبه ثانيه هو مركز اول، ما فيش مركز ثاني. تمام. فده بيفرق بقى ان انت انا مش موجود، في شادي موجود، شومان موجود، البيلي موجود، يوسف، خالد عصر، عمر بدير، الصغيرين مروان وياسين، كل الناس دي الفرقه كلها بتفكر في مركز واحد. طب تمام؟ انا عايز برضو اقول لك مبروك على الدوري التركي. يعني الف مبروك، انت فزت بالدوري التركي. عايز اعرف يعني النهائي كان مع مين، مين المنافسين، انت فزت ازاي، مشوارك ازاي، كلمنا عن الدوري التركي. هي بس حصل شويه ملابسات كده في موضوع الدوري التركي دي كانت تقيله شويه. ايه احكي لي. المفروض ان هم النادي هو بيتفاهم معايا في الاول، فواحد صاحبي هو اللي ماسك، مش ماسك النادي، اللي هو زي المدرب كده، فبيقول لي سيد في واحد اسمه بوره ده صيني ومتجنس، فهتبقى انت وبوره في الفرقه مع بعض مش ضد بعض. لا مع بعض فرقه واحده. تمام. وهنجيب عليكم الثالث ده، واحد بطل 17 سنه هناك، المفروض ان شاء الله ده هيبقى الثالث بتاعكم. ممتاز. بوره بقى موضوع كورونا والحاجات اللي عندهم في الصين والحاجات دي، فمش عارف يجي، هو صيني متجنس فعايش هناك اصلا في الصين وبيجي على الماتشات، فمش هتلعبوا اثنين ازاي؟ ما جابوا واحد بقى اللي هو بقى رقم اثنين اللي معايا بقى رقم ثلاثة بقى رقم اثنين. تمام. وانا كنت رقم واحد. وبعدين كان دور. طب جابوكوا ثلاثة مين بقى؟ واحد نص كم يعني. يعني واحد غلبان خالص يعني الحمد لله. عيل صغير خالص لسه امكانياته مش قوية يعني. فانا رقم اثنين اللي معايا عندنا في الفرقة في ياسين جابر اللي بقول لك عليه ده تحت لسه أول سنة تحت 17 سنة، ده كان هيكسب في الدوري في هناك في بطوله يعني كده في اطلانتا، ياسين ده كان هيكسب الواد. يعني انت عايز توريني المستوى برضو قريب يعني مع الصغير اللي عندنا. تمام. فربنا كرم الحمد لله، عمالين بنعافر طول السنه، انا كل ماتش بلعب ثلاث ماتشات. تمام. المكان هناك مش زينا، هنا خمسه ماتش، هناك سبعه، فانا بلعب ماتشين فردي وماتش زوجي، وبلعب مع رقم اثنين ده اللي هو تحت 17 سنه الماتش الزوجي. يعني انت شايل الفرقه لوحدك؟
انت مش خساره يعني مش هنقول لوحدك يعني بفضل الله هنقول 70% من الحمل انت شايل الحمد لله رب العالمين تمام. فالماشيين فرقه اسمها من ادانا فرقه اسمها مش فاكر والله حاجه شرطه او حاجه كده من ادانا عشان احنا بنقول عليها ادانا على طول ادانا على طول دي فيها احمد نديم من اللي هو كابتن احمد نديم لاعب نادي انبي ودول الكسبانين الدوري السنه اللي فاتت تمام ومعهم رقم 3 هناك ورقم 5 او 6 في تركيا فهي دي اجمد فرقه لان هم فيهم الثلاثه كويسين فانا الحمد لله في الفاينل ربنا كرمني كسبت الماتشين الفردي وما كسبت الزوج مع مع الواد اللي معايا والواد ده كسب ساعتها بقى في الماتش السادس كسب رقم 3 هناك وده المره الماتش الوحيد اللي هو تقريبا هو كسبه فكان الفاينل فالحمد لله ربنا الف مبروك يسرها وكسبنا البطوله الف مبروك الدوري التركي والدوري المصري كمان الحمد لله انجاز كبير ليك يمكن اجي لك كابتن شادي مهندس شادي طبعا انت السنه دي اول سنه احتراف يا كابتن بالظبط كده فين بقى رحت فين السعوديه من اول الموسم يا كابتن الموضوع جه مفاجئ شويه لان هو احكي لي القصه يعني ما كنتش عامل حسابي عليه من الاول بس هو هناك فتحوا المواليد انا مولود في السعوديه اصلا فعلا كويس هم بيعملوا كده على فكره في كل الالعاب المولود السعوديه ما اعتبروش محترف او ده كان مفتوح اصلا في بقيه الالعاب بس في التنس طاوله لسه فتح السنه دي يعني بدايتها السنه دي فحصل تفاوض بقى مع الانديه هناك والموضوع جه في يعني بعد بدايه الموسم عندنا في مصر بشهرين ثلاثه تقريبا يعني فاكر امتى بعد البطوله العربيه بعد لا بعد البطوله العربيه كانت في شهر 11 شهر 12 تقريبا شهر 12 نادي ايه بقى النادي اللي اتواصل معاك من السعوديه كان في الهلال وكان في الاتحاد جده وانا رحت في الاخر الشباب يعني رحت شباب فريق كويس جدا بالظبط عملت عامل ايه هناك ماشي كويس احنا في ثلاث بطولات هناك خدنا تاني في كل تاني الدوري ما شاء الله وتاني الكاس النخبه ده بيبقى اول اربع فرق بيلعبوا اللي هم لعبوا مع بعض في الدوري بيلعبوهم بطوله اسمها كاس النخبه وفي كاس الاتحاد ده الثالثه طب الاول في الثلاث بطولات اللي هو الاتحاد جده نادي الاتحاد جده ده عندهم الاول ثلاثه بتوع السعوديه يعني انا الفرقه بتاعتي انا ومعايا واحد لعيب اسمه اكرم منتخب السعوديه هو منتخب السعوديه حاطينه في نادي واحد تحجد السعودي بالظبط فكان الموضوع صعب شويه ان احنا نقدر نكسب الفرقه حاولنا كتير في الماتشات لما لعبناهم بس الموضوع كان بيبقى صعب لان احنا فرقتنا مش كامله يعني مش قوتهم نفس وضع السيد في تركيا كده طيب كان الموضوع صعب يعني قعدت قد ايه هناك في السعوديه هو السنه دي كان حصل برضو مشكله في الموضوع ده كان لسه باخد الاقامه هناك الاقامه طولت فكنت في الاول يعني المفروض كنت بروح على الماتشات وارجع لان انا الاساس ان انا قاعد هنا الموضوع طول معايا شويه هناك اضطريت ان انا اقعد فتره اكبر عشان اخد الاقامه بتاعتي والكلام ده فكان يعني قعدت كذا شهر هناك يعني قعدت شهرين وكنت بنزل مثلا اقعد 10 ايام ولا حاجه ارجع تاني عشان الماتشات فكان الموضوع المره دي بس السنه الجايه هيبقى مختلف عن كده يعني بس لان خلاص اولا معايا الاقامه وتغيروا نظام الدوري هناك طيب انت قعدت في انهي مدينه سعوديه؟ في الرياض الرياض حلوه جدا الرياض حلوه المكان اللي اتولدت فيه كمان كمان اتولدت في الرياض طيب امتى رجعت بقى رجعت مع النادي الاهلي امتى يعني بدات تنتظم وترجع كان شهر كام فاكر؟ هو انا السنه دي عموما يعني الفترات اللي انا قعدتها كانت اكتر في السعوديه مش اكتر في مصر ويعني ده برضو اثر عليا بالسلب شويه بس يعني برضو يعني الواحد بيحاول يعوض ده بيعوض ده لما باجي بنزل في مصر هنا بس ان شاء الله السنه الجايه الموضوع هيبقى مختلف يعني السنه الجايه ناوي على ايه بتفكر في ايه يعني تخطيطك خاصه انت مهندس وكنت اتقابلنا بعد ما كنت راجع من الاولمبياد صح لا كانت بطوله العالم انا اسف وكانت في كورونا وكان سفر صعب وافتكرنا وبتاع وبعد كده كنت انت يعني ماشي في كاريرك كمهندس وكنت ناجح فيه بشكل كبير ولكن عملت شفت كارير ان انت خلاص مركز في بالظبط تنس الطاوله بتفكر نفسك ازاي السنه الجايه يا شادي والله زي ما كابتن سيد والكباتن قالوا في بدايه الموسم بتاعنا كان في بطوله مش موفقه وكنت انا في جزء منها يعني فبرضه ده بالنسبه لي على قد ما ممكن يكون حاجه سلبيه ممكن في بدايه الموسم بس بالنسبه لنا احنا حافز او بالنسبه يعني شخصيا بالذات لان انت طبيعي ان انت بيبقى في اي اخفاق بتبقى عايز ايه تعوض ده طبيعي بالزبط. فممكن بالنسبه لي السنه الجايه ان شاء الله عايز يبقى اولا حفاظ دوري ولو في كاس مصر ناخده ولو في انديه عربيه طبعا لازم ربنا يكرمنا فيها باذن الله واي بطوله عموما الاهلي بيخشها ده الطبيعي بتاعنا يعني اي حاجه الطبيعي بتاعنا احنا بنفكر ان احنا عايزين نكسبها ممكن على المستوى الشخصي برده كان الموسم بتاعي ما كانش احسن حاجه من ناحيه البطولات الفرديه كان حصل لي مشاكل كتير بسبب السفر وكده فاثرت عليا فبرده ان شاء الله الواحد عايز يعوض ده خصوصا السنين اللي فاتت قبلها كلها كانت كويسه جدا فمش عايز ده ياثر يعني بس فممكن تكون الواحد محتاج لسه شغل كتير الفتره الجايه وان شاء الله يعني ده موجود يعني مش هيروح في حته بدات الاعداد والله لسه حاليا احنا في الاوف سيزون يعني واخدين كده فتره اوف بعد الدوري لسه هنبتدي ان شاء الله تمرين بقى وندخل في الجد يعني
طب كابتن اشرف، يمكن يعني برضو احب اختم السيجمنت ده او الفقره مع حضراتكم بالسنه الجايه. يعني السنه الجايه ان شاء الله اي مدير فني بيطور وبيحدث، ما احناش ستاتيك، نادي الاهلي دايناميك، وشايف فرقتنا يعني مكتمله، مش محتاج صفقات من بره. هل اللي طالعين عندنا قطاع ناشئين قوي جدا جدا حضرتك مهتم بيه ومتبني مجموعه كبيره من اللاعبين، يعني طمنا على السنه الجايه برضو. يعني الحمد لله كل سنه بنطلع ناشئ جديد، كل سنه بيبقى عندنا حاجه جديده في الفرقه. والسنه دي يعني احنا السنه دي انا شايف ان احنا اكتر حاجه استفدنا بيها او قدرنا ان احنا نعملها يوسف عبد العزيز. يوسف عبد العزيز بقى لاعب اساسي في الفرقه دلوقتي ما شاء الله. كان بعيد شويه وكان مهتم بالاحتراف اكتر من ان هو يبقى لعيب اساسي في الفرقه. يوسف كم سنه دلوقتي؟ يوسف تقريبا في العشرينات، في 21 22 لسه صغير قوي وخلاص بقى لعيب اساسي اهلي ومنتخب ما شاء الله. ده احد المكاسب الكبيره. طبعا طبعا كبير، زائد ان احنا بنعد مروان جمال وياسين ياسر جابر. مروان جمال تحت 19 وياسين ياسر جابر تحت 17 اول سنه 17، فاحنا هم دول اللي بنعدهم اللي يبقوا مستقبل فريق تنس الطاوله في النادي. انما ان احنا نجيب لعيبه من بره مش وارده. احسن لعيبه في مصر من النادي لسه كابتن اشرف كان بيقول اول خمس مراكز عندنا، لو الاثنين التانيين كانوا موجودين او وفق لاعب ولاعب تاني موجود كنا خدنا اول سبعه بالظبط. طب يا كابتن، يعني هل يعني انا هتكلم افتح قلبي، يعني كثره النجوم في الفريق بيبقى سلاح ذو حدين، يا اما صداع في راس رئيس الجهاز يا اما بيبقى راس حربه لو تم استغلاله. شايف انت تخمه النجوم اللي عندك في النادي الاهلي واللاعبين الجيدين وهذه المدرسه الكبيره ايهما من الاختيارين اللي قلتهم لحضرتك؟ هم هو يعني احنا الفرقه بتاعتنا مؤدبين محترمين متربيين ولاد ناس خلاص. لما تتعامل مع ناس بالنوعيه دي هتبقى عندك العمليه مريحه في التعامل. صح كده. فدي جزء كبير جدا في الفرقه عندنا. الله ينور عليك. وحضرتك على فكره فاكر لو تفتكر كنت معايا كنت بكلمك على الصفقات واللاعبين، قلت لي انا بدور على الشخصيه زي ما بدور على المستوى الفني. قلت لي انا عايز كاركتر وشخصيه تقدر تتاقلم مع مدرسه وفكر النادي الاهلي. وده كان حاجه حضرتك قلتها لي هنا بالزبط. على الترابيزه دي من عده اشهر. بالزبط. ان شاء الله يعني حضرتك مطمن السنه. فكل الفرقه الحمد لله من اولها لاخرها اولاد النادي. طالعين طالعين من مدارس النادي، يعني شادي طالع من مدرسه النادي الاهلي من الاكاديميه بتاعه النادي الاهلي، عمر بدير شرحه، كل اللعيبه خالد عصر شومان بس شومان سابنا ومشي، وبقيه اللعيبه كلها طالعين من اولاد الاهلي متربيين من الصفر عندنا مدرسه من فروم سكراتش بالظبط. دول اولاد النادي الاهلي بالظبط. فده بيخليك التعامل معاهم لما يكبروا بيبقى غير. اكيد يا كابتن. كابتن اشرف افتح بشكرك شكرا جزيلا، نورتنا والف مليون مبروك. شكرا الله يبارك. كابتن اشرف نورتنا والف مليون مبروك. معلش انا ممكن ليه طلبين بسرعه؟ اتفضل يا كابتن. الطلب الاولاني اشكر واحد واحد في الفرقه كابتن اشرف، الخبره اللي احنا بنتعلم منه، لما يكون في عندي مشكله بروح له وبنقعد مع بعض. تاني حاجه طبعا بشكر سيد لاشين كابتن الفرقه. طب هستاذنك يا كابتن. اتفضل. ممكن ناجل الكلمتين دول مع التورته عشان يبقى كلنا واقفين ويبقى كل الزملاء موجودين وتشكرهم واحنا موجودين. استاذنك ناجلها بس دقيقه. هيطلع لفاصل وهنجيب التورته واشكر براحتك بقى واتكلم عن كل حاجه. هسيب لك والله كل حاجه بس عشان لازم نطلع لفاصل. طلب اخير بس. اتفضل. اتفضل. انا طالب بس من طلب ليا انا شخصيا. اتفضل يا كابتن. انا في عندي حاجه بس كنت عايز اقولها للكابتن محمود ونفسي اقابله عشان اقولها له. طب قول. لا معلش دي بقى يعني دي زي مظلمه كده هتبقى بيني وما بينه. خلاص بس هو لو يرضى يقابلني. كابتن محمود طبعا موجود ومكتبه مفتوح وهو كابتن محمود اصلا يعني ما فيش مكتب، هو موجود وسط الناس واكيد حضرتك في اي وقت انا عارف ان هو ظروفه صعبه. اكيد ان شاء الله. كابتن سيد بشكرك شكرا جزيلا، نورتني وشرفتني. كابتن شادي بشكرك شكرا جزيلا. اعزائي المشاهدين خلينا نطلع لفاصل ونرجع بعد الفاصل كاحتفالنا الدائم في قناه النادي الاهلي بابطالنا، نقطع التورته ولكن بعد ما انضم لنا كمان فريق السيدات بعد الفاصل. بيروحوا نسيانهم سهل والفرق في حبنا للأهلي إنه في نفس غلاوة الأهلي. اسأل عالأهلي وتغلطه هيقول لك وسع للقطر، وكفاية عالأهلي إنه الأهلي نقطة ومن أول السطر. الأهلي اكيد طبعا فوزنا بكاس افريقيا في كره القدم مش ما نسيناش ابدا ابطالنا، وده سبب سلسله الحلقات اللي بنعملها ورا بعض ان احنا نحتفل بابطالنا في كل الالعاب
اللي السنة دي موسم تاريخي في النادي الأهلي في كل الألعاب. والحقيقة قبل الفاصل أنا يعني كنت قطعت كابتن أشرف، كان عايز يوجه الشكر لعدد كبير من اللاعبين والجهاز. اتفضل يا كابتن اشرف، بس استاذنك في دقيقه بس من نبيك. انا بشكر بس اللاعب محمد البيلي اللي تعبني اتفضل يا كابتن، ومزعل الفرقه مني، وعمر بدير ويوسف عبد العزيز والناس اللي كلها ما جاتش، وكابتن محمود بتاع اللياقه، والكابتن احمد كابتن احمد وبرده متعبنا احمد عبد السلام مساعد مدرب 19 ومساعد الرجال، وخالد عصر، وفاضل مين تاني؟ فكروا كابتن سيد وعمر عصر ده اساسا اتكلمنا عليه. طب خلينا نروح لكابتن اشرف كمان، اكيد 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 في مجموعه كمان عايز تشكرها كابتن اكيد بالانجاز ده. طبعا عايز اشكر اللعيبه دينا مشرف وهنا جوده وألاء يحيى ونادين الدولاتلي، نشكرهم يعني، وان شاء الله نتمنى تكونوا معنا المره الجايه ان شاء الله. اكيد، واحنا بنشكركم على البطولات وبنشكركم على الانجاز الكبير السنه دي يعني، ولازم كما تعودنا كابتن سيد يلا انت بقى اللي كل مره بتعمل الموضوع ده. التورته ايوه يا كابتن، ايوه بقى مين بقى انت زي ما انت عايزك، عايز تجيبها كده تجيبها كده، خلينا بعين الجمل. ايوه بعيد، ايوه عشان ما حدش يزعل مننا. بس كده حلو كده سيد، الف الف مبروك يعني، تقليد دايما يا رب ما يحرمنا منه، وان شاء الله كل سنه نتقابل بالكثير من البطولات. بشكركم كلكم، نورتوني وشرفتوني، بشكركم يا كباتن. كابتن اشرف اتمنى ليك كل التوفيق باذن الله الفتره اللي جايه. اعزائي المشاهدين، ده كان احتفالنا النهارده مع تنس الطاوله، وزي ما اكدنا النادي الاهلي طبعا مؤسسه كبيره يعني، البطولات لا تنقطع داخل النادي الاهلي في كل الالعاب. النادي الاهلي بيحتضن مجموعه كبيره من الالعاب وبيقدم كوادر لمنتخبات مصر، سواء جهاز فني، لاعبين، اداريين، كل الكوادر بيقدمهم النادي الاهلي منتخب مصر. بشكر حضراتكم على حسن المتابعه، وانتظرونا في حلقه جديده من الابطال.